هي سيرة وفضناها وعادي تنزل الستاير، فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير. ما هو أصل العيب مش عيب، احنا ما فيش حاجة تعيب، اشتريناها لأنه حبيبنا فما يمنعناش انه لو هو باع احنا نجيب له ليمون نعناع ونقول له روق كده ده احنا ما يلزمناش بيع، ولو هو راح احنا هنملى الكون افراح وهنرقص جدا من بعده ولا فارقه معانا جراح. لو هو باع احنا نجيب له ليمون نعناع ونقول له روق كده ده احنا ما يلزمناش بيع، لو هو راح احنا هنملى الكون افراح وهنرقص جدا من بعده ولا فارقه معانا جراح. ما هو اصل العيب مش عيب، احنا مفيش حاجه تعيب، اشتريناها لانه حبيبنا في الاخر بنقله.
شفت ورقك فكها معايا وسط الناس الجمال يتقاس لو جابوا سيرتك ولا بقى لو شافوا صورتك يبقى ده كفاية مش تهريج حن بالتدريج فيك ساحر فرقك بس انا اللي كشفت ورقك فكها معايا.